استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. وقد حضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الوزير الأول عبد الملك سلال، وكذا وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. وقد حضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الوزير الأول عبد الملك سلال، وكذا وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. رئيس مجلس الشورى